أهلا وسهلا بزبائن أرض الله الكرام. سوف نقوم في هذا الفيديو القصير بشرح مبسط عن كيفية الشراء من موقع أرجان لايف برودكت. هذه هي الصفحة الرئيسية للموقع. هنا يمكننا اختيار المنتج الذي نريد تسوقه، سواء كان منتج عائد للنساء أو منتج عائد للرجال. لنقل أننا في هذا الفيديو سوف نقوم بشراء منتج عائد للنساء. نضغط هنا، يظهر لدينا الأصناف أو الكاتيجوري الأربعة لمنتجاتنا التي تعود للنساء. نضغط على زيت الحواجب على سبيل النساء. هنا تظهر صفحة المنتج، نقوم بإضافته إلى السلة، ومن ثم نذهب إلى شعار السلة في الزاوية العليا اليمينية. هنا لدينا خياران، إما أن نضغط على السلة أو نضغط إلى إتمام عملية الشراء. عند الضغط على إتمام عملية الشراء نذهب إلى الصفحة النهائية لإدخال معلومات أو عنوان الفاتورة وعنوان الذي نريد شحن المنتج إليه. نقصد بعنوان الفاتورة عنوان الشخص الذي يقوم بالدفع، وعنوان الشحن عنوان المكان الذي تريد إيصال المنتج إليه. إذا كان مختلف نضغط هنا ونقوم بإدخال العنوان. إذا كان نفس العنوان وفي الحالة العامة يكون العنوان واحد، ندخل فقط هذا القسم. هنا نشاهد معلومات عن المنتج، وهنا أيضا نشاهد طريقتي الشحن التي نقوم بتأمينها عن طريق البريد الجوي التركي، وتتراوح الفترة من 17 إلى 30 يوم وبتكلفة 10 دولار كما تلاحظون. وعند اختيار شركة الدي اتش ال الدولية تكون فترة الشحن من 3 إلى 5 أيام وبكلفة تساوي 29 دولار كما نشاهد مع بعضنا البعض. هذا هو الطريق الأول، ومن ثم نضغط هنا لننتقل إلى صفحة الباي بال ونقوم بإدخال معلومات الكارت ونتم عملية الدفع. الطريقة الثانية هو أنه عندما نملك كوبون معين أو قسيمة خصم معين نقوم بالضغط على السلة. هنا نشاهد المنتجات التي قمنا بتسوقها والسعر الكلي لها، وهنا نقوم بإدخال الكوبون الذي حصلنا عليه إما من إعلان شاهدناه على الإنترنت أو من مقطع فيديو تابع لشركة أرجان لايف. نقوم بإدخال كود الكوبون إلى هذا المجال، ومن ثم نقول على سبيل المثال أنه لدينا كوبون كوده الشكل التالي. نضغط هنا ادخل الكوبون، تشاهدون تم استلام كوبون التخفيض. نضغط اوكي ونلاحظ انه تم خصم مقدار هذا الكوبون من السعر الكلي، ومن ثم نقوم بالانتقال الى عملية الدفع. هنا بعد ادخال الكوبون انتبهوا لا تقوموا بتحديث السلة، لانه عند الضغط على تحديث السلة سوف تخسرون قيمة الكوبون. لذلك نرجو الانتباه بعد إدخال الكوبون الذي حصلتم عليه مباشرة اضغطوا على انتقل إلى مرحلة الدفع لتنتقلوا إلى الصفحة النهائية التي قمنا بشرحها قبل دقائق. تدخلوا فاتورة عنوان الشخص الذي يقوم بالدفع وعنوان الشحن بالإضافة إلى اختيار طريقة الشحن، ومن ثم مهما كان الكارت الذي تستخدمونه سواء كان فيزا كارت أو كريدت كارت أو أمريكان إكسبريس أو ديسكفر كارت تستطيعون الدفع من خلاله، حيث نعتمد نظام الفايبال في موقعنا الذي يقبل جميع القروض البنكية. نضغط إلى هذا الزر لننتقل إلى موقع الفايبال كما شرحنا آنفا. أهلا بزبائن أرجان لايف كرام. بعد الوصول إلى هذه المرحلة نضغط إلى الانتقال إلى مرحلة الدفع، ومن ثم تظهر هذه الصفحة لدينا. هنا نقوم باختيار ادفع بواسطة الكريدت كارد أو الفيزا كارد كما تشاهدون، ومن ثم تظهر لدينا صفحة موقع الباي بال بشكل مفصل تشرح آلية الدفع. هنا ندخل معلومات الكارد، رقم الكارد وتاريخ الانتهاء وكلمة سر الكارت، وندخل اسم صاحب الكارت وكنيته، ومن ثم معلومات الفاتورة، ومن ثم معلومات اتصال الشخص الذي يقوم بالشراء لكي ترجع إليه الرسائل لتأكيد الشراء، ومن ثم اشتري الآن. نضغط اشتري الآن.
فتظهر لدينا شاشة توضح ملخص عن الطلب الذي قمنا بشرائه.